السلام عليكم ورحمة الله. متتابعي الكرام، اليوم غادي نقدم لكم وصفة العجائن الصينية بالبيض، هذه اللي كتكون معجونة بالبيض، ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. هذه الوصفة جد سهلة، والمكونات ديالها أو المقادير ديالها هي كالآتي. بطبيعة الحال غادي نستعملوا هاد العجائن. بالنسبة لهاد العجائن، هذه نصف كيلو، فيها انا غنستعمل غير نصف الكميه، وكيبقى الاختيار لكم، يمكن لكم تضاعفوا المكونات اللي عندنا هنايا. غنحتاجوا الرابعه ديال الفطر الطري، لما كانش متوفر يمكن لكم تستعملوا ديال العلبه، انا كنفضل انني نستعمل الحاجه الطريه. هنايا خديته وقمت بالطهي ديالو. بالنسبة للطريقة ديال الطهي ديالو جد سهلة، غنخلي لكم الرابط أسفل الفيديو. بالنسبة للطهي، كنحتاجو القليل من زيت الزيتون، وكنشحروه من بعد ما كنغسلوه وكنقطعوه، وكنضيفو عليه القليل من الملح والإبزار لمدة كتراوح ما بين 3-5 ديال الدقائق، ما تنفوتوهاش. هنا عندنا صدر الديك الرومي، يمكن لكم تستعملوا ايضا اللحم. هنا غنستعملوا صدر الديك. مازال غادي نوضع لكم روابط ديال الوصفات ديال المعكرونه الصينيه. هنايا غادي ناخذوا تقريبا 150 غرام صدر ديك رومي، وبطبيعه الحال هنا قلنا نصف الكميه، يعني 250 غرام ديال ليت بات. بالنسبه للخضار، هنا اختاريت الجزر والقرع الأخضر. بالنسبة للجزر عندي حبة متوسطة الحجم، وبالنسبة للقرع أيضا حبة متوسطة الحجم اللي غسلتهم قشرتهم وبشرتهم بهذا الشكل. هذا حبة بورو أو حبة كرات اللي قطعتها على شكل دوائر. عندنا أيضا بالنسبة للزنجبيل الطري، هنايا تقريبا على قد القياس ديال الإبهام ديالنا، قطعة قد هكا قد الإبهام ديالنا، غادي نشدوها نقشروها ونحكوها. 3 ديال الفصوص ديال الثوم كبار، حبة ديال الفلفل الحار أو الحريف، تكون صغيرة، إلا كنتو كتحبوا الحار أكثر يمكن لكم تضاعفوا الكمية. نصف ربطة ديال القزبر اللي هو لا كوياندر بلات، هي قطعتها تقطع ديالها، غادي نخليوها شويه غليظه. غادي نحتاجوا بطبيعه الحال العسل. بالنسبه للعسل، غادي نحتاجوا ملعقه كبيره ديال العسل. غنحتاجوا زيت الزيتون، لكان عندكم الزيت ديال السمسم بحال هذا يمكن لكم تعوضوه في بلاصه زيت الزيتون، حتى هو كيعطي المذاق ديال الكرملة زوين بزاف مع لاصوص ديال السوجة او صلصة السوجة. غنحتاجو القليل من الفلفل اللي كيبقى اختياري حار، طبيعة الحال حيت غادي نوضعو الحار ايضا هنا، والقليل من الملح على قبل، حيت مع ملي غنضيفو صوص السوجة غادي يتملح لينا. هنا عندنا صوص السوجة، الكمية غادي نحدوها من بعد ما نبداو نطهيو. عندي هنايا صوص السوجة الخفيفة ماشي الثقيلة، وهذا خل ديال الروز، لما كانش يمكن لكم تستغنوا عليه، غادي نوضع منه ملعقة كبيرة. على بركة الله نمروا الطريقة ديال التحضير. أول شيء تنوضعوا الماء يسخن لنا اللي غادي نطهيو فيه ليباس ديالنا. بالنسبة لهاد ليباس ديالنا أو العجائن ديالنا، راه ما غاديش نطهيوهم بزاف حيت مازال غيطهاو مع الخضار الأخرى. طبيعة الحال غادي نطهيوهم تقريبا لواحد المدة ديال 5-8 ديال الدقائق، ما غاديش نفوتوها فيه. الآن غنوضعو الماء في الطنجرة، نوضعو العجائن ديالنا طهالينا حسب الوقت اللي ذكرت لكم الان. وفي هاد الاوينه نفسها غادي نبداو نطهيو في الخضار ديالنا، هي الاولى. الان غادي نضيفو زيت الزيتون،
ضفت هنايا تقريبا 3 ديال معالق كبار ديال زيت الزيتون، غادي نضيف لهم الان الكرات، ونبقاو نشحروا فيهم الواحد المده ديال 2 ديال الدقائق، ونضيفوا عليهم الخضار الاخرى ما عدا الفطر. نضيفوا الان كما ذكرت لكم الخضار ديالنا، عفوا غادي نضيفوا الفلفل الحار اولا، تعمدت انني نخلي الزريعه ديالو على قبل حيت مع فيها منافع كثيره ايضا، نخليوه ايضا يتقلل واحد المده ديال دقيقتين مع الفلفل الحار، عاد غادي نضيفوا الخضار ديالنا. ضفنا الان الخضار ديالنا، نمزجوا هاد العناصر جيدا باش نعاودوا نضيفوا الثوم والزنجبيل. بالحق الثوم والزنجبيل غادي نضيفوا غير النصف ديال الكميه، والنصف ديال الكميه من بعد ما غادي نزولوا الخضار ديالنا من ها غادي نرجعوهم يطهى لينا اللحم مع الزنجبيل والثوم العسل والصوص ديال الصويا او صوص السوجا والخل ديال الرز. ما ذكرت لكم هاد الكميه هذه نصف كميه الثوم وغادي نخليو الخضار ديالنا كيتهاول واحد المده تقريبا ديال 7 ديال الدقائق، وغادي نضيفو القليل من الملح والابزار كما ذكرت لكم كيبقى النسبه ديال الحار على حساب الرغبه ديالكم نتوما. بالنسبه للعجائن ديالنا ها هو غادي ناخذهم وغادي نصفيهم وغادي نرجعوا نطلعوا على الخضر ديالنا. غادي نضيفوا الان شامبينيون او الفتة، الان غادي نوضعوا الخضار ديالنا فواحد الانيه ونحطوهم على جنب ونبداو نطهيو الصدر ديال الديك الرومي. اول شيء غادي نضيفو القليل من الزيت، نبداو نحركو جيدا في اللحم ديالنا، غير غيبان لينا بانه اللون ديالو تغير غادي نضيفو عليه فورا العسل والصوص ديال السوجا والخل ديال الرز وخل الارض. الآن ضيف معه مباشرة الثوم والزنجبيل، وممكن لكم تضيفوا رشة ديال الفلفل الأسود. الآن نضيف ملعقة ديال العسل Thank you.
نضيفو صلصة الصوجة. هانتوما غتشوفوهم معايا تقريبا 5 ملاعق كبار صلصة الصوجة، لذلك قلت لكم انه الملح ما خصناش نكثروا منه. وغادي نضيفو ملعقة من خل الأرز، ونطهيو اللحم ديالنا لواحد المدة أخرى تتراوح ما بين 5 حتى 8 ديال الدقائق. عاد غادي نضيفو عليه المعكرونة الصينية، ونضيفو عليه الخضار. الآن غادي نضيف الخضار ديالي، ونمزج العناصر جيدا، ونضيف عليهم العجائن ديالنا ونخليهم يطهوا قليلا، عاد نقدموهم ونرشو في الأخير بالبقدونس. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه بدوركم، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى. بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش في القناه، تابوناو دابا، ديروا جيم لا فيديو الا عجبتكم، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد الاعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم اللي كتفيدني وكتخليني نستمر. وكنتمنى القناه ديالنا توصل 1000 ابوني بالمساعده ديالكم بطبيعه الحال.